في مشهد استفز الكثيرون داخل مجلس النواب، هسأل عنه الأستاذ رائف تمراز عضو مجلس النواب. يا أستاذ رائف أهلا بيك. مساء الخير يا سؤالي. مساء الخير أستاذ رائف. المشهد اللي احنا شايفينه على الشاشة ده، البعض كان يتخيل انه هيتم استقبال وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا باستجوابات وطلبات إحاطة تتعلق بشبهات أحاطت به لإهدار المال العام، هنحاسبه، إيه اللي هتعمله في السياسات الزراعية التي انهارت بشكل واضح. لكن أعضاء مجلس النواب استقبلوه بالفطير والعسل والبيض، المشاهد اللي احنا شايفينها على الشاشة ده، فطير وعسل وبيض في استقبال، أول استقبال لوزير الزراعة اللي تسبب في تدمير السياسات الزراعية في مصر حينما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية وهي عقل وزارة الزراعة، وجاء وزير وهو تحيط به شبهات عديدة. يعني كنت أعتقد أن أنتم هتستقبلوه بأسئلة لازعة وانتقادات قاسية، لكن من الواضح أنه لغتكم كانت الفطير والعسل والبيض. لماذا؟ السؤال اللي عايزين بس نتكلم بس بوضوح، والمشاهد الكريم بتاع حضرتك، لما اجى الدكتور عبد المنعم البنا كان جاي يعرض الاستراتيجيه لوزاره الزراعه، واول مره يجي لجنه الزراعه والري، وكان ان هو هيعرض الاستراتيجيه بتاعت الوزاره قدام مجلس النواب، والاعضاء كلهم دلوا بدلوا على ان في مشاكل موجوده في الزراعه، في الدواجن، في التجاوي. كل الكلام ده انطرح على السيد الوزير وزير الزراعة في الأسماك. السيد الوزير وضع الاستراتيجية، وكان مقابلها ان مجلس النواب واعضاء الزراعة والري قالوا ان الكلام ده كلام نمطي، وان ما فيش متحدد ببرامج او بموجود يعني مع الوزير ارقام، كنا عايزين هذا الكلام بأرقام. وكانت واقفة يعني الوزير جاي بكلام نظري عادي تقليدي، يعني نظري عادي تقليدي، واحنا كنا طلبنا من السيد الوزير أن يكون في أرقام موجودة وتبدأ إمتى وتنتهي إمتى عشان خاطر إن احنا نبقى موجودين. وكان هذا مطالب لجنة الزراعة والري. أما موضوع الفطير تكلم عليه حضرتك، دي كان في المكتب الخاص باللجنة، وإحنا كلجنة جايين من الساعة 8 الصبح حتى الساعة 3 لم نفطر أصلا، ودي فطير أصلا أو إفطار للنواب، ده إحنا من جوابنا الخاصة وليس من الحكومة وليس من مجلس النواب، وإن إحنا ليس إحنا حديد أو بلاستيك، إحنا بشر، ولابد من البشر إن هو بعد ما ينتهي. ما كانش في داعي لتصوير المشهد، يعني ما هو فطير وبيض وعسل وانتم بتستعدوا لاستقبال وزير الزراعه. يعني الكلام ده الساعه 4 بعد خروج الوزير، بعد خروج الوزير من مجلس النواب. ثم ان الكلام ده سوائل، ان المفروض ان احنا نشكر ان انا باكل ولا بشرب في محل عملي، ان انا ما روحتش فندق، ما روحتش كافيه اقعد فيه واسيب اللجان. المفروض انا في داخل المجلس، ويا ريت كل الناس تتغدى وتفطر في اماكنها في اثناء العمل. طيب انا المفروض انا بدل ما الاعلام المصري اتكلم في موضوع هذا الموضوع، او واحد زميل يصور في المكتب الخاص وليس في اللجنه، المكتب الخاص يدخل ويصور الموضوع. ما هو يعني هو صور، ما يعني الناس ما يا بندم، لا ده اكل الحكومه، ولا الحكومه من علينا به، ولا الوزير حط في جوبنا. احنا بنتكلم وانت تعلم ذلك جيدا، ان اعضاء تمراز او لجنه الزراعه والري احنا عايزين. طيب انا بس انا اللي قلته يا استاذ رائف، ان كنت اتمنى ان تستقبله، كنت اتمنى ده اول استقبال لوزير الزراعه بانتقادات حاده، اسئله قاسيه، بدلا من الفطير والبيض والعسل. يعني ده سؤالي. يعني الفطير والعسل يا استاذ وائل ده تعبير عن 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 احنا بقول لحضرتك في برنامجك ان ده اصلا دي طيب. خصوصيات في المكتب وليس في المجلس. طيب. انا هكمل معاك الجزء ده، بس خلينا اسال الاستاذه جواهر الشربيني، لانه ايضا استاذه جواهر اهلا بيكي. استاذه جواهر. ايوه
استاذه جواهر اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذه جواهر كمان قالوا انه حضرتك استقبلتي وزير الزراعه بمقاطع من اغاني ام كلثوم والليله عيد. حصل. هي لما نقول الليله عيد ان كل الناس بتوع الزراعه، الراجل جايب المجموعه جميع النواب بتوعه علشان يحل مشاكلنا، مشاكل الزراعه. ما نقولوش الليله عيد، احنا كنا قبل كده. لا حضرتك غنيتيها ولا قلتيها؟ ده كلام يا فندم، الكلام بقوله. يعني ما غنيتيش الليله عيد. وانا مطربه عشان اغني يا وائل بيه؟ انا مش مطربه، انا بقول الليله عيد. ما هي الليله عيد، ما هي الاغنيه، ما هي مقطع من الاغنيه يا استاذه جواهر. لو سمحت يا وائل بيه، انا قلت الليله عيد على ان وزاره الزراعه جايه بالكامل عندنا في لجنه الزراعه. طيب. ما كناش بنشوف وزير الزراعه يا وائل بيه الا في المناسبات، ان الراجل جايب الطقم بتاعه جاي لنا، كتر خيره. كتر خيره. الكلام ده هي مهمه المجلس ان انا اجيب الوزير وحاسبه. يعني الوزير يا فندم الوزير احنا بنحاسبه من خلال الطلبات بتاعه النواب وبتاعه الفلاحين، لان احنا يعني كادحين، الفلاحين الكادحين دول مسؤوليتنا ومسؤولين مننا. يعني طيب. مثلا لما كلموا على القرار 127 لسنه 2014 الخاص بالتامين الصحي على الفلاح، واكلموا على ان احنا بنجهز معاش للفلاح، واكلموا على ان لازم يبقى الفلاح النهارده المطحون له معاش زيه زي الموظف، يبقى انا جايباه علشان يساعدني واساعده ونقول له اللي عندنا يا وائل بيه. لا ال 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 انا السلطه النيابيه هي لمحاسبه الوزير، لمساءله الوزير عن السياسات الزراعيه، وانا امام وزير. خليني اكمل بس سؤال يا استاذه جواهر. انا امام وزير، ما ينفعش في اول استقبال لوزير احاطت به شبهات حينما جاء وزيرا يا فندم، ووجهت إلي اتهامات، بالإضافة إلى أنه مسؤول عن تدمير السياسات الزراعية طيلة السنوات الماضية حينما كان رئيسا لمركز البحوث الزراعية. خليني أكمل سؤالي بس، ما ينفعش أستقبله بالليلة عيد يعني. يا فندم، لما مجلس النواب يستقبل الوزير بالليلة عيد، يبقى مين هيحاسب الوزير؟ يا سيد الفاضل، لو سمحت، أنا النهاردة الوزير مسؤول قدامي كوزير لوزارة الزراعة عشان ينفذ السياسة الزراعية للفلاح. يعني أقول له من 3-4 أسابيع رئيس الوزراء أعلن إن مفيش زيادة في أسعار الأسمدة. أقول له إن المفروض أنا النهاردة الأسعار المحاصيل الاستراتيجية يا فندم يا وائل بيه لازم تستعر قبلها، قبل زيادة. قبل زاعتها، والراجل استجاب على انه لازم يحل المشكله دي والمشكله دي. يبقى انا اتخانق معاه ولا اتناقش معاه؟ محدش قال تتخانقي معاه، بس مش الليله عيد يعني، احنا مش هنغني للناس، مش هنغني للمسؤول يا استاذه جواهر. دور الاعلاميين هو يا كده يعني، محدش قال لك تتخانقي معاه، بس كمان مش الليله عيد يعني. احنا بنقول يعني، احنا للاسف الفتره اللي فاتت يا وائل بنت قفلت. أنا سامعك، اتفضلي، سامعك. يا وائل بيه، أنا يهمني في المقام الأول الفلاح، وأيًا كان، وأنا لما أبقى. لو سألت الفلاح مش هيقول لك الليلة عيد، لو سألت الفلاح أتحداك إن يطلع فلاح يقول لك الليلة عيد. الليلة عيد، وما بتمسكش في مشاكل الفلاح يا وائل بيه. بتمسك في المشاكل الخاصة اللي بتصير، المشاكل اللي بتهم الفلاح. سواء معاش للفلاح او سواء تامين صحي او تسعير المحاصيل الاستراتيجيه اللي احنا مش عارفين لها حل لغايه دلوقتي، وسواء المشكله بتاعت للاسف الشديد ارتفاع اسعار الاسمده، ونتكلم في الليله عيد، لا نتكلم في كله بقى علشان نعرف الفلاح احنا بنعمل ايه. والله يعني انا اللي افهمه يا استاذه جواهر انه المسؤول ياتي الى مجلس النواب
ليحاسب، هي التنازع بين السلطات من أجل ذلك. أنا أمام مجلس نواب علشان يحاسب الوزراء ويسأل. ده أول استقبال لوزير الزراعة الجديد اللي حامت حوله شبهات متعلقة بإهدار المال العام. اسمعني بقى، انت بتقول حامت حواليه شبهات، انا لا اعرف شبهات ولا كنت معاه في الشبهات ولا فيها قضية ثابتة عليه علشان اقول له انت مشبوه وابعد عننا. هو ما حدش قال لك قولي له انت مشبوه وابعد عننا، بس قولي له السياسات الزراعية الفاشلة التي عانينا منها طيلة السنوات الماضية والتي ما زالت مستمرة، او على الاقل ما غنيلوش الليلة عيد. يعني اغني يا وائل بيه، ما تتكلمش الكلام ده، اتكلم في ما يخص الزراعة، انا ما بغنيش. طيب انت بتتعصبي ليه بس يا استاذة جواد؟ انا ما بسيبش طبلة وطبعا عشان اقول الليلة عيد واغني. انا بقول انا ده من ضمن المداعبة يا فندم، من ضمن الدعابة. ده انا لو جيت عندك البرنامج هدعبك وهقول لك يا وائل بيه انت كذا. هتغني لنا الليلة عيد؟ طيب ادعب المسؤول او ادعبك او ادعب الناس لصالح المواطن الغلبان الكادح الفلاح المطحون. طيب بس هو مجلس النواب مش لمداعبة الوزراء يا استاذة جواد. هي مش مجلس النواب لمساءلة الوزراء. المداعبة للجنة بتاعتنا احنا، مش لفلان ولا علان، للكل، مش لحد معين ولا بعينه. وبعدين الكلام ما عليهوش حساب، لان احنا ما اخطأناش في الكلام اللي بنقوله علشان انت تيجي تكلمني وتتهمني النهارده. انا مش مطربة عشان اغني، انا فلاحة بنت فلاح كادحة بدور على حق الفلاحين الكادحين الغلابة. كل يا 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 يا, يا ما مش عيب ان الناس تبقى قاعدة وتدندن او تغني. المشكلة ان وزير زراعة جاء لأول مرة لمجلس النواب، وزير أحاطت به شبهات كثيرة، وزير مسؤول عن تدمير الزراعة طيلة السنوات الماضية، وهو رجل تاني في الوزارة لعدة سنوات. يا فندم الليلة مش عيد يعني، بس أنا بقول لك الليلة مش عيد. أنت عايزاها عيد خلاص. إن الراجل ده وحش، جه الوزير ليه لما هو وحش وبضعهم حواليه الشبهات؟ مش راجل وحش. طيب ما أنا كنت أتمنى بقى في أول مواجهة داخل مجلس النواب ان يتقال للوزير طب والله سيادتك لماذا لم يتم يعني، طب احنا معانا اهي الوثائق والمستندات اللي بتثبت يا سياده الوزير انك خدت افدنا من اراضي الخريجين، طب احنا معانا اهوت يا سياده الوزير ما انك خدت لنفسك مكافآت بالمئات. ما انا عايش يا حبيبي حاجه اواجه الراجل بيها، لان انا ما كنتش معاه وهو متهم في الحاجات ديت، والراجل لما سالنا قالوا ده كله طلع في طيب بقى. انا بس خلافي معاك يا استاذه جواهر يعني مفيش مشكله يعني، انما مجلس النواب ليس للمداعبه، مجلس النواب للمساءله والمحاسبه. بشكر حضرتك. خلاف سلسل الوضعيه، الخلاف احنا كلنا بنختلف علشان الصالح العام وصالح الدوله والحفاظ على املاك الدوله من خلال الراجل الكبير، الراجل اللي عمال يلف البلاد علشان يوفر الامن والامان للبلد، عبد الفتاح السيسي. طيب ما احنا نا 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 يعني نتمنى بقى ان احنا نساعد الرئيس في اداء مهامه بان مجلس النواب يحاسب السلطه التنفيذيه ويفرملها ويسائلها ويحاسبها. انما انا اختلافي بس معاك، اختلافي مع حضرتك مش انه المجلس تاني، ليس للمداعبة وليس لاطلاق مقاطع من اغاني الليلة عيد، لا، المجلس عشان احاسب وزيرا جاء لاول مرة الى مجلس النواب. انا بشكر حضرتك.